وقف العرب ما درنوا أي أنا ناس مواطنين مسالمين دارين يأكلوا لقمة الإيش بالكثير وبالبسيط حسبينا شوية أي وأنتوا يا النفرين المرضي لكم في كرسي أنا داير منكم بس تهسوا تستبقوا الكرسي ده مهما كان مهما كان ما بدوم لكن أنت أحلق ده كده شوف أعمل هذا عشان بكرة بعد بكرة تلقاها قدام كلام الدائرين شغلة غريبة مرة واحد ما عارفين الحظ شو يعني الناس دي تراي للحاجات دي وتراي للناس المساكين وتراي للصناعية وتراي للناس اللي تشتغل رزق اليوم باليوم ناس ما لاقين ياكلوا ناس في حرب يعني مسألة كده مسألة غريبة مرة واحد يعني لا مويه لا نور لا مواد ذاتها الناس تستعملها والحاجه دي ايام حس الدواء ما عندها دواء عشان تستعمله ما عندها نحن هو قاعدين في شارع 60 لنا 4 يوم احنا بنقعد بالحاله دي ورافعين ارتفاع جنوني في البصات اذا كان البص الوقت قدامك ده قلبي 500 تيكت لحد الغاهره لحد اسوان كمان مش الغاهره معقول يعني احنا الاثنين بمليار كثيره يعني منذ أن اندلعت الاشتباكات في السودان منتصف نيسان الحالي والتحذيرات تتوالى من تأثيرها على الإقليم والمنطقة ومن بين هذه التحذيرات ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أعمال العنف في السودان قد تمتد إلى كامل المنطقة نظرة إلى خريطة السودان هذه تشرح الكثير من هذه المخاوف فالسودان هو ثالث أكبر بلد إفريقي له حدود مع 7 دول جميعها تواجه تحديات متعددة الوجوه دولة جنوب السودان المتضرر الأكبر نتيجة ما يعاني منه هذا البلد المنقسم عن السودان من هشاشة وجنوب السودان عندما انفصل معه أغنى حقول النفط في المنطقة ما سبب تراجعا لثروات السودان المتآكلة أما تشاد وهي البلد التي أغلقت حدودها منذ اندلاع الاشتباكات فتعاني من انقلابات عسكرية وهي متصلة بدارفور والتي ينحدر منها قائد قوات الدعم السريع حميتي وتسرب منها ومن إفريقيا الوسطى البلد الممزق إثر الحروب يتسرب منهما السلاح والمخاوف تمتد كذلك إلى ليبيا أيضا التي تعيش صراعا منذ سنوات ولإثيوبيا قصة طويلة من الخلافات مع السودان فمخاوفها أن يرتد الصراع في السودان عليها ولها نزاع حدودي منذ عقود مع السودان بالإضافة إلى أن إقليم تيغراي وهو سبب توتر وصراع أيضا بين إثيوبيا والجارة أريتريا وأهمية السودان بالنسبة لمصر هي أهمية وجودية وتاريخية ترتبط بنهر النيل وبعلاقات مشتبكة ومتعددة إذن للمزيد من التطورات في السودان معي من الخرطوم خالد الفكي الكاتب والصحفي أستاذ خالد أهلا بك بداية اليوم الثاني من هدنة الرابعة ما الذي يجعل هذه الهدنة ربما تترنح رغم أنها لا تزال صامدة نعم يعني يمكن القول أن هذه الهدنة هي رغم أنها بدأت يمكن أن تكون أكثر ثباتا ولكنها ما زالت تشهد هشاشة من خلال استمرار الخروقات من الطرفين ربما في هذه اللحظات التي تحدث إليك فيها هناك أنباء عن اشتباك في محيط الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون
وسماع دوي مضادات الأرضية للدعم السريع مقابل تحقيق للطيران الجوي السوداني، وأيضا هناك أنباء عن محاولة لتحرير مبنى التلفزيون والإذاعة من الدعم السريع، فلذا تشهد أحياء الملازمين والنباوي والمناطق المجاورة عدد من يعني الهجمات والاعتداءات الكبيرة بين الطرفين، فضلا عن أيضا هناك منذ الصباح ربما كانت هناك دوي انفجارات وتحليق للطيران في شمال البحري وفي محيط القيادة والقصري، ولكن أيضا لمسنا أن هذه الهدنة ربما حققت حركة نسبية للمواطنين من خلال المساحة للتحرك ومحاولة التزود بقدر من الاحتياجات المنزلية، وأيضا شهدنا هناك تراص للسيارات وطوابير لهم أمام محطات الخدمة طلبا للوقود، وحركة نسبية للمواصلات العامة خاصة في المناطق التي تبعد نحو 20 إلى 30 كيلو من مسرح العمليات الأول اللي هو مقر المطار والقيادة والقصر الرئاسي، ولكن يبدو لي واضحا أن الطرفان يحاولا ربما كسب ود المجتمع الدولي من خلال هذه الهدنة الرابعة، خاصة أنها أتت بوساطة أمريكية سعودية مصرية أماراتية، وقبل قليل سمعنا أن هناك أيضا وساطة من الإيجاد، وأن الإيجاد حصلت على موافقة مبدئية من البرهان وحميدتي على وقف عدائيات أو على الأقل وقف هدنة جديدة لمدة 72 ساعة مع توفير غطاء أمني لدخول ثلاثة من رؤساء دول إيجاد إلى الخرطوم وعقد لقاءات مع البرهان وحميدتي، وإن كان الجيش السوداني نفى جملة وتفصيلا أي مغاربة وأي مسار للتفاوض أو الحوار بينه وبين من نصفهم بالمتمردين، وقال أن قائد الجيش لن يقابل قائد المتمردين أو أي ممثل لهم لا في مدينة جوبا أو في أي دولة أخرى، فبالتالي أعتقد أن الآن هذا يزيد من اشتعال المعركة على الميدان في ظل ما قاله الجيش السوداني بأنه عازم على حسم تمرد الدعم السريع وعلى كسر عظمه تماما حتى إن عاد لاحقا إلى التفاوض يعود وهو مكسور مذلول ولا يستطيع أن يعني يكون له أي قوة في غرف التفاوض المغلقة. طب ماذا بشأن موقف قوات الدعم السريع؟ هل ما يظهر أو ما تعلنه من بيانات أو مواقف يظهر أنها مستعدة للحوار والتجاوب اللقاء ووفود الوساطة؟ نعم، يعني أيضا قبل قليل في تغريدة قائد الدعم السريع قال أنه أجرى اتصال مع وزير الخارجية السعودي وبعث معه أيضا ما يجري بشأن إيجاد مخارج وحلول لهذه الأزمة، ورحب في وقت سابق بأي تفاوض وحوار، وهذا ما يفسره المراقبين وكثيرة من المتابعين المشهد السوداني بأن الدعم السريع الآن في مأزق ويريد التقاط أنفاسه من خلال هذه الهدنة أو من خلال اللقاءات والاتصالات التي يعبر عنها قائد الدعم السريع، سواء كان من اتصالات مع وزير الخارجية الأمريكي أو وزير الخارجية البريطاني أو السعودي أو خلافه من الذين يمكن أن يشكلوا ضغط على البرهان وعلى الجيش السوداني. الكثير يشير إلى أن الآن ميدانيا الجيش السوداني يتقدم ويكاد بشكل كبير يعني حطم قوة الدعم السريع وشتت قواها من محيط دائرة الفعل الرئيسي ومسرح العمليات خلال 72 ساعة إلى مناطق من 30 إلى 100 كيلو خارج الخرطوم. فإذا الآن يبدو أن الدعم السريع وفق ما يمكن قراءته وتفسيره أنه الآن يحاول التقاط أنفاسه، يحاول ترتيب أوراقه، خاصة أنه قال الدعم السريع في بيان يعني اليوم بأن الجيش قد هاجم بعض مقاره في جنوب الخرطوم وفي شمال بحري، مما يشي بأن الآن هناك معارك تدور جانبية
في محاولة كسب نقاط جديدة على أرض الميدان وفرض إيرادات جديدة سواء كان عسكرية ربما تؤدي لاحقا إلى حلول سياسية إذا ما وافق العسكر من الجيش على ذلك. ولكن الآن يبدو أن الدعم السريع يحاول فتح مسارات لخطوط إمداد وسلاسل من بعض الولايات خاصة في كردفان ودارفور لفك الحصار على قواه التي يكاد يعني يضايق عليها الجيش السوداني الخناق بعد سلسلة الإمداد التي أتت للجيش السوداني من بعض الولايات سواء كانت في كردفان أو في النيل الأزرق أو في نهر النيل أو في ولاية الجزيرة، مما يشير إلى أن الآن الجيش غد انتقل إلى مرحلة أخرى غير مرحلة الدفاع وهي مرحلة الهجوم، مما يعني أن الآن الأوضاع على الميدان تتقلب وتذهب في اتجاه الجيش السوداني بعد أن سيطر الدعم السريع على محيط القيادة والقصري في الثلاثة أيام الأولى من نشوب المعارك. نعم، طيب في ظل هذه التطورات أستاذ خالد، كيف تبني القوى المدنية مواقفها؟ هل من تحركات لافتة طالما أن المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية وفي إطار الإيجاد تتحرك؟ كيف هي في هذا خضم هذه المعارك تستطيع أن ربما تنسج موقف مما يجري وتضع ربما مآلات وأفكار للحل؟ نعم، يعني أنا أعتقد أن القوى السياسية السودانية هي فاعلة وتظل فاعلة ومحرك رئيسي في المشهد السياسي من خلال تاريخ مشرف منذ بواكير الاستغلال، ولها أيضا ومضات واضحة وبارزة، ولعل منذ نشوب هذه الأزمة والمعارك بين الجيش والدعم السريع سارعت كثير من القوى السياسية إلى إصدار بيانات بوقف الحرب واللجوء إلى الحوار واستمرار واستئناف العملية السياسية، وشهدنا كثير من المبادرات من الوطنيين، ربما يعني كان عدم التواصل المباشر بين مع البرهان وحميدتي السبب الرئيسي في إيجاد منصة لانطلاقها، ولكن كان لها أثر في وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام. ربما يعني عشية أو صباح اليوم هناك مبادرة وطنية أيضا تشير إلى ضرورة وقف الحربي ووضعت يعني 10 من البنود التي تتضمن فتح المسارات الآمنة، وقف القتال، أيضا فتح مساحة لإيصال الخدمات للقطاع الصحي والقطاع الطبي، أيضا إيصال المياه، صيانة الكهرباء، المرافق الحيوية، نقل الجثث، يعني توفير المسالكات الطبية، يعني 10 بنود أعتقد أنها يمكن أن تشكل بادرة وقاعدة رئيسية لهدنة حقيقية. وأيضا من ضمن هذه البنود أيضا وجود فرق للتحقق الميداني من أي خروقات تحدث بين الطرفين، فإذا يمكن أن تشكل القوى السياسية قاعدة رئيسية وتمثل أداة ضغط على الطرفان، لأنها هي تنطلق من نواحي إنسانية بحتة وليس كما يعني يسعى البعض سواء كان في المجتمع الإقليمي أو الدولي لوضع مبادراتهم من خلال أجندات خاصة. طيب اليوم فيما يتعلق بالوضع الأمني يتردد أو تردد في الآونة الأخيرة بأن هناك حالة من الانفلات، عمليات نهب، سلب اعتداءات، اقتحام سجون، هل يجري ضبط هذا الانفلات؟ هل تتضح تفاصيل أكثر أستاذ خالد فيما يتعلق باقتحام السجون ومن فرين من النظام السابق، وضع سجن كوبر، وضع الرئيس البخلو عمر البشير؟ نعم، يعني في هذا السياق أنا أشير إلى نقطتين رئيسيتين. أنه وفق بيان الجيش أن الرئيس البشير المخلوع بجانب 4 من قياداته هو الآن داخل مستشفى السلاح الطبي الذي يتبع للجيش، والجيش قال أنه أن الحراسة والتأمين ليس مسؤولتي وإنما مسؤولية السجون والشرطة هي التي تؤمن الرئيس، وأن الجيش لا علاقة له بالنظام البائد أو الإسلاميين، خاصة بعد التسجيل الذي أطلقه أحد قيادات الإسلاميين أحمد هارون، والذي أشار إلى أن هناك يعني
وقفه مع الجيش ودعم منسوبي الحركه الاسلاميه المؤتمر الوطني لنصره الجيش على الدعم السريع الذي وصفه بالقوى المتمرده، وربما في هذا ايضا يعادل سيناريو الخصومه الفاجره بين هارون وحميدتي خلال العام 2014، وربما تكون هي شهيره وهذا مدعاة الى تحول كبير في ساحه المعركه على الميدان وعلى المشهد السياسي. ايضا هناك السياق الاخر يتعلق بغياب الشرطه في ظل المعارك الداميه والحاميه والتي تستخدم فيها كافه الاسلحه الصغيره والطيران، مما يجعل الشرطه عرضه للنيران، فبالتالي هي انسحبت وتركت المشهد، وهذا يعني شكل مسرح كبير للفوضى الخلاقه والعصابات النهبي والسلبي. وشهدنا كيف ان عدد كبير من المصانع والمؤسسات والمتاجر الخاصه قد تم نهبها جهارا نهارا بواسطه هذه العصابات التي تسمى في السودان بتسعه طويله، التي تستخدم الاسلحه البيضاء وتهدد بها كل من هو في الشارع، حيث تاتي في مجموعات ضخمه تتكون ما بين 10 الى 20 شخص، فيعني يستطيعون تهديد اي فرد او اي مجموعه وهي خاليه من السلاح. فبالتالي اعتقد ان غياب الشرطه في ظل هذه المعارك الحاميه شكل مسرحا للفوضى الخلاقه وانعكس على تردي الحاله الامنيه. والان يعني عدد كبير من المواطنين السودانيين يشكون من سرقه منازلهم، من سرقه شركاتهم الخاصه، مكاتبهم الخاصه، مصانعهم الخاصه، وربما الان هناك خسائر تقدر بمليونات ملايين الدولارات يعني بسبب هذه الفوضى الخلاقه وسرقه بعض المؤسسات، سواء كانت من مؤسسات الدوله او المؤسسات المتعلقه بالافراد. أنا أشكرك من الخرطوم خالد الفكي الكاتب الصحفي، أشكرك على كل هذه المعلومات والإيضاحات، شكرا لك.